اجوا على اللايف. اكلنا خراب، اكلنا خراب، اكلنا خراب، راح الصفحة، اكلنا خراب، راح البارتنر. عايز تكون صاحب مبدأ. وبما انكم تعرفوا بهديك الحلقة انسحلنا، فهلا انا رجعت على ريفي سيتي ولقيتها مليانة ناس. تعلمت الاسم جي وصنعت لي وحدة، وهلا بدي اروح على هاي المنطقة اللي قريبة عندي. بما انه كان معي سلاح اس ام جي، جيت لكم على مدينة الريفي سيتي مشان بلكي الاقي مشاكل. في واحد قدامي، يا بوي البوت قتله حبيبي والله. بعد ما جبت هداك اللوت للبيت وحطيته بالصناديق، هون انا سمعت صوت رامي من المنطقة المدينة اللي عندي، فهلا بدي اروح له. بدي اكب هذا اللوت المهم اللي معي ورا هالحجرة مشان اذا متنا كمان ما نخسر شي.
على فكرة أنا قبل شوي سمعت صوت انفور بس قصيت الفيديو. على فكرة صديقه لهذا الشخص شرد، ها بس يعني كان عليه لوت يعني فخامة، لوت ريسايكل كان جايب، بس يعني شفته أنا شلون سحلته سحل. رجعت على البيت وفضيت اللوت وما أسمع لكم صوت الطلق مرة تانية، شغلتي روحة وجاية بس. على فكرة هو قدامي مكمبر، ها بس بدي استناهم لبين ما يطلعوا. بشرفي سحلتهم سحل كله لوت انفورات، الله حيه. أنا وكان بدي أرجع من المدينة للبيت سمعت لك صوت مطور وقف هنيك. هو بهذا البيت اللي قدامي بس مكاني كتير أوبن.
عمي مثل المنغولي يا سيدي، سحلت سحلت الذين آمنوا وكفروا. خلينا ندور على المطار تبعه. بعد بحث 10 ساعات وأخيرا المطار. يا بوي طبعا رجعت على البيت، هلا عم بستلم سكراب المهام تبعي، وهلا بدي اتعلم الديناميت. كنت عم ارتب لوت البيت وسمعت لك صوت الشوت كان عم يطلع من المدينة اللي عندي. يا اخي انا مكيف على هالمدينة، كل شوي يجيها واحد. والله منيح قتلناه، شوي تانية كان بده يقتلنا على فكرة. ها كلن شوفوا لكم نظرة عن بيتي، هاي الصناديق والمطور والكلوزات وحركات. اجيت على الريفي سيتي، نسيت افتح التصوير وفتحت البطاقة الصفراء. اول ما فتحت الصندوق تذكرت انه لازم اصور، فما لوتت وفشوف اللوت كمان. والله في صوت طلق يجولنا بشرفي. يا بوي نو سكوب نوك فينيش. ضليتني هون ساعة مكمبر عم بستنى العالم تجي، ما حدا اجا. اخر شي شلت الماطور تبعي ورحت على مدينة البورت هارلو. رح نخلي المطور هون ورح نروح مشان اذا كان في حدا ما يسمع صوت المطور ويفتح لنا المطور. في ناس قدامنا راكبين على الاحصنة، اذا اضربهم هلا طلق اخاف واحد يشرد وواحد يضل، فخلينا نروح وراهم احسن شي.
يلا شباب، حاليا بدي اسكر الفيديو. حطوا لايك، شارك هذا المقطع مع صديقك، او لا تحط لايك، شارك المقطع مع صديقك، وشكرا لك، واشوفك بالحلقة الجاية.